تجربة أورستيد سنة 1820 تنتج أن انحراف الإبرة المغناطيسية يدل على توليد مجال مغناطيسي عند مرور تيار كهربي. إذن اتجاه انحراف الإبرة هيعتمد على اتجاه التيار الكهربي حسب قاعدة اليد اليمنى لأمبير. لاحظ انعكاس التيار يعني عكس انحراف الإبرة. قاعدة اليد اليمنى، نقبض باليد اليمنى على السلك بحيث الإبهام يشير اتجاه التيار، فإن التفاف الأصابع تشير اتجاه المجال.